جدا معقد. انت تلاحظ قاعد يصير اعمال شغب، قاعد يصير حرق، قاعد يصير قتل. حتى القوات الامن وقعوا منهم شهداء. من اللي وصل الامر لهذا؟ سياده السفير، سؤال. الدوله يعني الحكومه، انت شفتوا يعني سيد رئيس وزراء الرجل طلع اكثر من مره وسوى طلب حزمه اصلاحات. ما في سياده السفير. انا ما دعيت على اصلاحات، انا اخذت على دماء الابرياء اللي هاي شباب ملت الارض، راح ياخذ حقها اللي ملت الارض. منو اصدر اوامر؟ منين اجت يعني هسه؟ قطعا الدوله، قطعا الحكومه. يعني انت سؤال جناب السفير، منو القائد العام للقوات المسلحه؟ رئيس الوزراء. رئيس الوزراء تمام ولا تمام؟ بس ما معقول رئيس الوزراء يصدر امر بانه يقتل. خليني اكمل. زين، اذا هو القائد العام للقوات المسلحه معناها انه ماكو واحد يحمل سلاح اذا ما ياخذ امر من يمه، صح لو انا غلطان بهذا الشيء؟ لا، تمام. هو الرجل يعني انا جميع منتسبي جميع اصناف اللي طلع بالاعلام، وهو رجل شخصيا طلع، هو ما صدر امر.